أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الأسد الاثنين 12 يوليو تموز 2021. مهنياً النهاردة لازم انك تركز في شغلك كويس، ولازم انك تنتهي منه وما تشتت ذهنك في اكتر من عمل اليوم، ولكن ما تأثرش في شغلك وقم بفعله باتقان وعلى الوجه المطلوب منك بكل التفاصيل، وعشان كده ذلك حتى لا تجد نفسك في نهاية اليوم مستغني عنك في الشغل. عاطفيا للمتزوجين، هب المساعي عشان تمتنوا العلاقة والمصالحة من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمية اليوم. للأعزب، قد تولد ظروف جديدة تخليك أكثر انسجاما مع ميولك اليوم، وهتشعر بالارتياح عشان تتخلص من كل العقبات اللي بتواجهك اليوم. صحيا، ما تخليش غضبك يتحكم فيك على أشياء كتيرة ما بتعنيش ليك، لأنك مرهق جدا من التفكير وليس فقط من العمل. عقلك ما على مدار اليوم شغال حتى في وقت النوم، لكن لازم يرتاح شوية، فأنت محتاج النهاردة لليوم أكتر من كل شيء للراحة. توقعات برج الأسد للرجل، لازم تسأل نفسك دائما ما الذي أستطيع فعله لاستغلال وقتي في أشياء مفيدة. لازم تتصرف بدبلوماسية وحرية وتستضيف شخص أو تتصل بآخر، هناك أجواء مبهجة، لكن لازم أنك تتوخى الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كتيرة مختلفة وترهق نفسك بزيادة. توقعات برج الأسد للمرأة، عندك مميزة كبيرة ما بتوجدش عند كل الناس، انت ممكن تحولي اي حاجة قدامك الى فرصة ممتازة بالنسبة لك، وكمان ممكن ما تنتظريش الفرصة عشان تجيلك، بل تكونيها وتصنعيها انت، لانك قادرة على تحويل كل شيء في يدك الى ذهب. لا تنتظري الحظ لكي يطرق أبوابك، واذهبي إليه أنت واتركي أنت أبوابه بكل قوة. عقلك هيفيدك كتير من قلبك في وزن الأمور، في رؤية الإيجابيات والسلبيات النهاردة في كل الحاجات. مؤشرات برج الأسد ليوم الاثنين، الطاقة 75%، العاطفة 90%، النجاح 100%، الصحة 75%. أرقام الحظ لبرج الأسد ليوم الاثنين، 1 84 48 34. توافق برج الأسد ليوم الاثنين، في الحب مع السور، في الصداقة مع الدلو، في العمل مع العقرب.